صباحكم الله بالخير مشاهدينا، صباح مختلف وبداية صباح سعيد للجميع. في نهاية الأسبوع أكيد نتمنى أن يكون أسبوع خفيف عليكم، وأيضا حلقة اليوم أنها تكون مميزة وخفيفة عليكم. وصباح الخميس الونيس يعقوب. صباح النور يا عائشة، أكيد أصبح بالخير على مشاهدينا. طبعا منو منا ما يحب صباح الخميس دائما وأبدا؟ آخر الأسبوع يكون أجمل الصباحات بالنسبة للكثيرين من الناس، خصوصا المداومين. يسعد صباحكم وين ما كنتوا. طبعا عائشة، الخميس الونيس مثل ما قلتي، طبعا كلنا نتريى الخميس طبعا من اجل اجازه نهايه أكيد الاسبوع، لكن انت عايشة ترينا بلهفه هالاسبوع اعتقد. لانه دائما يكون يوم الخميس يوم خاص، اذا في هنالك مناسبات معينه يكون يعني تتشوق اكيد لهذا الاسبوع، لقدوم هذا او هذه الايام. والحين مشاهدينا خلينا نشوف عناوين حلقتنا لليوم. استخدام الكرتون في صناعه الادوات المنزليه. افتتاح حديقة الأحياء في منطقة اللولية. اتيكيت التعامل مع الجار. مشاهدينا رجعنا لكم بعد ما عرفنا على او تعرفنا على عناوين حلقتنا اليوم، والحين بننتقل لنتعرف على اخر الاخبار المحليه في الصحف المحليه الموجوده عندي. مشاهدينا اخبار اليوم كلها من صحيفه الخليج. اول خبر محلي عندي احتفاء طبعا بعام زايد، الكشف عن عمل فني بارز يتوسطه بتوجيهات رئيس الدوله، تدشين صرح زايد المؤسس يوم الاثنين. انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله، وبمناسبه احتفاء دوله الامارات العربيه المتحده بعام زايد، تحتفل العاصمه ابو ظبي بتدشين صرح زايد المؤسس يوم الاثنين الموافق 26 فبراير المقبل، واللي اكيد انشا تخليدا لذكرى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه. نعم. مشاهدينا ستنقل محطات التلفزة الرئيسية هذا الافتتاح حفل التدشين، كما يمكن لأفراد الجمهور متابعة الحدث على الإنترنت، وذلك عند الساعة 9:30 من مساء يوم الاثنين. وسيتم تدشين هذا الصرح من خلال الكشف عن العمل الذي يتوسط هذا الصرح، ويأتي تزامنا مع 100 عام على ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. ويأتي هذا الصرح التذكاري تقليدا لذكرى باني هذا الوطن المغفور له الشيخ زايد، وما قدمه من مبادئ سامية ورؤية راقية وثاقبة، وترسيخا لقيمه وإنجازاته العظيمة على مستوى الدولة والمنطقة والعالم أجمع. نعم. يعني أكيد في هذا الصرح سيقدم أو سيقوم بعرض أهم التجارب اللي أكيد قام بها باني ومؤسس هذا الوطن الشيخ زايد طيب الله ثراه. ويأتي هذا الصرح نقدر نقول تخليدا لذكرى الشيخ زايد، وأكيد وخاصة بما أننا نحن في عام زايد المؤسس. أكيد طبعا تكثر المبادرات في هذا العام، ومهما تحدثنا يا عائشة عن زايد رحمة الله عليه ما نوفي حقه صراحة. أكيد. نعم. أما الخبر الثاني، بما أن نحن في شهر الابتكار وأخبارنا دائما تتعلق بالابتكارات، مواجهة السرطان باختراعات الصغار، أطلقت جمعية أصدقاء مرضى سرطان مسابقة أنا أبتكر للمدارس صباح أمس في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بمشاركة 150 طالبا من 15 مدرسة بالدولة. وأكيد تهدف هذه المسابقة إلى مواجهة سرطان الأطفال باختراعات الصغار، يعني أي طفل عنده أي فكرة اختراعية أو إبداعية بإمكانه أن يشارك أكيد في هذه المسابقة لتعم الفائدة، وأكيد نواجه هذا المرض اللي هو مرض السرطان. نعم. وأكيد هذه طبعا برعاية نقدر نقول جامعة الشارقة. نعم أكيد طبعا تكثر المبادرات في شهر الابتكار يا عائشة، والجميل أن هناك ابتكارات صحية من أجل الوقاية من الأمراض وتوعية المجتمع بالأمراض المزمنة التي تواجهنا في هذا العالم. أكيد ممكن تكون لهذه الاختراعات أكيد أثر ملموس ونتيجة إيجابية للحد من هذا المرض. نعم. أما الخبر الأخير موجود عندي مشاهدينا من الصحيفة نفسها، أولى حلقات منشد الشارقة الصغير على تلفزيون الشارقة اليوم. يبث تلفزيون الشارقة اليوم في 10 مساء الحلقة الأولى من منافسات منشد الشارقة الصغير في نسخته الرابعة، الذي تتجه وتقدمه مؤسسة الشارقة للإعلام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وتشهد الحلقة مشاركة 7 متسابقين من 4 دول عربية،
ومن ضمن أيضا هؤلاء الأربع دول العربية الإمارات وثلاث طلاب وطالبات من المنطقة الشرقية وتحديدا من مدينة كلباء. وإن شاء الله بنحاول نستضيفهم إن شاء الله في الحلقات الجاية لأكيد يبهرون بأعذب الأناشيد إن شاء الله. أكيد طبعا هذه المنافسات دائما تهتم فيها إمارة الشارقة أو حتى مؤسسة الشارقة للإعلام، إن شاء الله راح يكون بث حصري أعتقد لهذه المنافسات. الأخبار اللي عندي مشاهدي الكرام من صحيفة الإمارات اليوم، الخبر الأول أكاديمية لضريبة القيمة المضافة. دشنت كليات التقنية العليا ممثلة في مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريس بالتعاون مع وزارة المالية أكاديمية ضريبة القيمة المضافة، وهي أول أكاديمية متخصصة في مجال الضريبة القيمة المضافة، وتمثل جهة رسمية معتمدة لمنح المؤهلات المهنية وأعداد المتخصصين أو المختصين في هذا المجال، بالإضافة إلى دورها في التدريب والتوعية المجتمعية بالنظام الضريبي. طبعا يا عائشة، بما أن طبقت قيمة الضريبة المضافة لابد أن هناك تكون تخصصات في هذا المجال، وكليات التقنية العليا اليوم ستطرح قريبا هذه التخصصات من أجل أن موضوع جديد علينا في مستوى في دولة الإمارات، فلا بد التعمق في معرفة إيجابياته وسلبياته وتوعية المجتمع أيضا في هذا الجانب. وكيف يكون أو كيف تكون الضريبة؟ يعني أنا عند قراءتي للصحف يعني أشوف أنه وايد مشاكل تصير والسلبة مثلا عدم معرفتهم ودرايتهم بالضريبة، وخاصة حتى عند وسائل التواصل الاجتماعي. حتى هني بعض التجار يعني ما يفهمون معنى الضريبة، فهنالك في بعض الأحيان تكون في تلاعب أو حالات الغش. ففي مثل هذه التخصصات وأكيد دراية الجمهور بالضريبة، فأكيد نحن بنمشي في الممر السليم نقدر نقول، ونعرف الضريبة أكثر وأكثر. أكيد طبعا، حتى في بداية تطبيق هذه الضريبة حدث نوعا ما يعني بعض المشكلات أو الخلافات في القيمة المضافة وكيفية حساب القيمة المضافة. في بعض الأحيان أنت تروح لأماكن سوبر ماركت مثلا يأخذ منك الضريبة، لكن أنت ما تعرف النسبة أو كم لابد عليك أنك تدفع له. وخاصة أول الأيام يعقوب، يعني أنا أذكر أن مثلا لما كنا نروح للسوبر ماركت يزيدون علينا الضريبة، لكن هم ما عندهم الرقم الضريبي. فأكيد هذه دعوة المشاهدين، رؤية الرقم الضريبي الموجودة على الفاتورة، ومن هنا تأتي أكيد تطبيق هذه الضريبة ويكتب الرقم. أنا صار لي موقف صراحة وما عطيته. قلت له لازم تجيب لي رقمك الضريبي. قال لي أنا ما عندي رقم بس لازم تدفع. قلت له ما بدفع، روحت عنه صراحة يعني. هو المفروض صح، لأن المفروض إنه يعطيك الرقم الضريبي. نعم، لأن هنالك في حالات تسجل أكيد طبعًا عند الدوائر بالرقم الضريبي. وفي أيضا أشياء ما تشملها الضريبة عشان لابد يعني نشوف حتى في برامج التواصل الاجتماعي بعض الصور على كيفية معرفة الأشياء اللي تشمل الضريبة وحتى الأشياء اللي ما تشمل الضريبة. ففي توعية في هذا الجانب عايشة. وأحلى شيء ال 75 فلس، لما تعطي مثلا ما أنتي بال 75 فلس تنجبر تعطي درهم وما يرد لك الباقي. ليش انت ربع؟ وانت تخلينا عادي عايشة؟ خلاص اخلي لانه ما عنده الربع. صحيح، مع اني ما اتوقع على فكرة يعني. الخبر الثاني مشاهدينا الكرام، بالهول الفلاسي التربية تقدم 30 منحة جامعية لأصحاب الهمم. أكد معالي أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي أن وزارة التربية والتعليم وفرت 30 منحة لطلبة وطالبات من أصحاب الهمم المصابين بالصمم. ولفت في تصريحات صحفية لأن الوزارة مسؤولة عن توفير مقعد دراسي في الجامعات لكل الطلبة المواطنين بغض النظر عن حالته الصحية، سواء من أصحاب الهمم أو من أصحاب الأصحاء. دائما له الاهتمام كبير بأصحاب الهمم يا عائشة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالمناسبة العام الماضي كان موسم الحج، يعني تم تخصيص لأصحاب الهمم مقاعد كبيرة لأداء مناسك الحج، وهذه السنة 30 منحة دراسية من قبل وزارة التربية والتعليم. الحمد لله فيه اهتمام كبير لأصحاب الهمم. أكيد، وخاصة المنح الدراسية، يعني أي شخص من أصحاب المهن الهمم أو نقدر نقول من ذوي الإعاقة بإمكانهم أكيد الالتحاق وأخذ منحة دراسية سواء كانت داخل الدولة أو حتى خارج الدولة. يعني أكيد هذه فرصة أيضا لهم، ويمارس حياته بشكل طبيعي. ممكن أنه يدرس، ممكن أنه يعمل في أي مجال أو في أي قطاع. مشاهدينا، كانت هذه جملة من الأخبار المحلية لصحف دولة الإمارات لهذا الصباح، والآن ننتقل نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة في دولة الإمارات والمنطقة الشرقية. ابقوا معنا.
شاهدنا درجات الحرارة المتوقعة مشاهدينا الكرام في المنطقة الشرقية ودولة الإمارات، ومثل ما عودناكم في بداية كل حلقة يكون عندنا موضوع للنقاش، واليوم موضوعنا عن إحسان الظن. دائما يا عائشة لابد أن الشخص يتصف بصفات حميدة ومنها صحيح. الإحسان بالظن. في بعض الأحيان تصير لنا مواقف ممكن أن ما نحسن الظن بالآخرين أو حتى ما نلتمس لهم الأعذار، دائما نقول والتمس لأخيك 70 عذرا. فدائما إحنا نحسن الظن بالآخرين في المواقف اللي تصيرنا في البيت سواء أو حتى في العمل أو حتى مع أصدقائنا يا عائشة. أكيد عشان واحد ممكن يعيش حتى مرتاح، لأن يقول لك حتى يعني لا تحسن بالظن لحد الغباء ولا تسيء الظن لحد الوسوسة. يعني فالواحد يعني ما يوصل لمرحلة الغباء أن أي واحد خلاص أنه يكون طيب دائما معاه، ولا أنه دائما يسيء الظن لهم حتى لو قدموا له الأدلة والبراهين يسيء الظن لهم، فهني يكون حتى في مرض اللي هو مرض الوسوسة. فالواحد عشان يعيش بسلام، يعيش مرتاح، يكون علاقات اجتماعية، لازم أنه يكون معتدل ويحسن الظن في الأخير. أكيد، ويتحلى بالوسطية عائشة. دائما ديننا الحنيف لها صفات حميدة وأخلاق حميدة جدا، منها الإحسان الظن بالآخرين. فالحمد لله أصلا إحنا متعايشين مع هذا الوضع، مع ديننا الحنيف بإحسان الظن وحسن الأخلاق. طبعا مشاهدينا كان هذا موضوع حلقتنا اليوم، والآن ننتقل لأول فاصل قصير في حلقتنا وراجعين لكم، ابقوا معنا. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الصباحية الخاصة بيوم الخميس، والحين وصلنا إلى فقرة الأعمال اليدوية والتشكيلية مع ضيفنا الفنان التشكيلي بسام غالب. بسام صبحك الله بالخير. صباح الورد. يا لو سهلا فيك بسام، وصباح الإبداعات مثل ما نقول. أكيد طبعا. اليوم طبعا موضوعنا أو شغلنا بيكون أو إبداعاتنا بتكون طاولة مثل ما نشوف الحين في الاستديو المعروض على الطاولة. هذا الشكل النهائي راح يكون بالضبط. نعم. الشكل اللي حنعمله، وهي طبعا نحن نشوفها أن هي طاولة من نحاس أو شكلها يبين أن هي طاولة من نحاس، لكن في الحقيقة هي من كرتون بسام، فأكيد هذا إن يدل على الإبداع والفكر الإبداعي. الله يخليك. احنا بنحاول دائما الافكار اللي بدنا نسويها بالكرتون، زي ما حكينا قبل هيك الكرتون ماده خامه متوفره وموجوده ورخيصه، وتقريبا ما في بيت بيخلى من الكرتون. صحيح. الكرتون وتشكيله سهل كمان. نعم. جميل. زين، بدايه شو راح نسوي بسام؟ الخطوه الاولى هلا احنا قطع من الكرتون. الفكره هاي الميزه فيها الطاوله انه ما عم نستخدم كرتون كبير، ممكن نستخدم قطع من الكرتون بشكل عشوائي. اول طبقه هاي اللي بدنا نبنيها هون راح نعمل مجموعه من الكرتون ونصفتهم مثلا طبقات تكون متساويه اكثر من طبقه، لغايه ممكن تكون اربعه او خمس طبقات. اوكي. هلا بنحاول انه الكرتون يكون خطوطه مستقيمه تقريبا. خلال الحلقات السابقه بسام ذكرت انه مثلا اذا بغينا الكرتون يكون سميك نجيب كرتون سميك نوديها للنجار مثلا انه بحيث انه يقص هذا الكرتون، بامكاننا نحن نسوي هذه الخطوه نجمع الكرتون السميك مره واحده نوديه النجار، لان طريقته ممكن تكون صعبه ممكن او تاخذ وقت حتى ممكن. طبعا لما ينقص بالمنجره بيكون اسهل وبيكون خطوطه حاده اكثر والفنش يعني بيكون افضل. بس هالحكي ما بيمنع، احنا ما بدنا نحطها عائق انه لازم نروح على النجار. بالايد بالمشرط مهما كان بسيط، لانه هو ورق، عباره عن ورق يعني ورق طبقات، فاذا طولنا بالنا ممكن يقص معنا بسهوله. كم تاخذ منك الطاوله تقريبا بسام وقت عمل زي هيك ليجهز؟ تقريبا بده من ساعتين لثلاث ساعات متواصله، وممكن ينعمل على عده مراحل. معنى يبين ما شاء الله انه يعني عمل مطول، خاصه الحواف الموجوده او القصاصات الموجوده على الطاوله والديزاين. بالضبط. هي مش يعني فيها هدول بياخذوا وقت شوي، بس بشكل عام تكنيك سهل وممتع يعني مسلي.
وما بيستهلك وقت زياده يعني. اكيد طبعا انت بسام دائما الاشغال اليدويه او حتى اعاده التدوير انت تستمتع فيها. انا صراحه ما جد يعني سويت شيء في اعاده التدوير غير الكيو كارد. الكيو كارد بس هاي التجربه الوحيده في حياتي اللي هي اعاده التدوير. نعم انه يوميا وبعد لا هو على طاري حسن الظن دائما يذني يعقوب لما يسوي لك. لا لا من باب الغشمره عايشه طبعا. كل يوم يقول لي باكر عليك باكر عليك. وباكر طبعا ما اقول لك شيء. لا ما تقول لك على طول اسوي. الحقيقه هي ما تقصر والله يعقوب يعني هذا من حسن الظن طبعا. اكيد طبعا. انزين طيب بسام هذه الطاوله كم الوزن اللي ممكن تتحمله؟ ممكن تتحمل بريق كاسه استخدام شخصي. ايوه شخصي اشياء أوكي. بسيطه. احنا الهدف زي جمالية. ما حكينا قبل هيك انه مش الطاوله بحد ذاتها بس انه نصنع شيء يعني صح انك تصنع شيء وتستخدمه بنفس الوقت في البيت وبالذات من مواد مستهلكه ومواد تدويرها هو كنشاط يعني الهدف منه مش الحاجة بقدر ما أنه إنك تخلق عمل جمالي و صحيح و ومن لا شيء تصنع شيء بالضبط نعم. بالضبط إنزين رح خلصنا تقريبا هلا هاي مثلا أنا عملت طبقة أوكي ممكن نضيف كمان طبقة تانية بنفس إذا الطريقة. كان عندنا قطعة كبيرة زي هيك بيكون الموضوع أكيد أسهل أوكي بس زي ما دائما نحكي ممكن نستخدم السيليكون وممكن نستخدم غراء الخشب او لاصق الخشب وشو الاحسن يكون؟ اذا على المدى الطويل طبعا غراء الخشب اقوى اقوى لانه لكن ياخذ وقت صحيح؟ ايوه بياخذ وقت لينشف ما شاء الله هي صار عندكم خبره كويسه خلاص صرنا تقريبا عندنا هذه الافكار الابداعيه. طيب من ممكن اجابتك تقودني ايضا الى سؤال، انت الحين انسان تحب مبدع نقدر نقول، تحب تعيد التدوير، شو تضيف لك هذه الاشياء بسام؟ شو غيرت حتى من حياتك؟ اولا بنقدر اعمال اليدويه بشكل عام لاي شخص، يعني اي عمل بنشوفه حدا نفذه مشتغله بنقدر هالعمل لانه بنكون حاسين ايش المجهود وايش المجهود الذهني والعضلي اللي بذله لا ينتج عمل معين مثلا هذا بيستحق التقدير. بالاضافه كمان بنقدر الخامات الطبيعيه الموجوده لما بتشوف قطعه زي هيك مثلا بالبيت مرميه او شفتها برا ممكن تحتفظ فيها هو نشاط ذهني كمان اعاده التدوير انا بعتبره نشاط ذهني بيحفز الذهن انه يبتكر لما بحط هاي قدامه اقعد افكر فيها كيف ممكن استثمرها كيف ممكن اطلع منها بفكره جديده بالضبط نعم. الجميل بصراحه ان لا شيء ممكن انك تصنع شيء يعني دائما كل واحد يحاول يفكر ان يكون منتج في المجتمع نعم. بس مثل ما ذكرت انت بديت عام 1992 بالضبط. صحيح 92 خلصت من الجامعه 92 خلصت من الجامعه 92 كانت سنه ولادتي يعني وبادي ما شاء الله وصار لك 25 سنه في هذا المجال يعني عندي طاوله بعمرك ما شاء الله يمكن اكبر عني بعد ما تدري بالشهور ممكن حلو يعني هاي الخبره الكبيره في هذا المجال كيف ممكن انك انت حتى تكرس هذه الخبره بسام افضل شغله انه نستثمر هاي الخبرات بانك تقدمها لناس غيرك يعني تخليها مستمره يعني التعليم انك تعمل دورات نعلم الناس الناس تشوف ايش اللي عم نعمل اللي عم نعمله احنا هاي نتاج خبرات سابقه وخبرات هالسنين فحلو انك تمرر هاي التجارب اللي انت عشتها خلي غيرك يستفيد ويطور عليها جميل احنا المشاريع اللي عم نعملها يعني فكره الطاوله ما بتوقع انه بعد ما اشرح لك عليها انك تروح تعمل طاوله مطابقه تماما بس انا على الاقل اعطيتك افكار بالضبط اعطيتك افكار انه او حتى حافز بالضبط انه هاي ممكن نستخدمها مثلا كعمود اللي تحمل انه هاي كيف ممكن نقطعها الكرتون كيف ممكن نزيد سماكته بانه نستخدمه عده طبقات جميل الطبقه النهائيه برضه هلا عم نحكي عنها برضه هاي شيء ثاني نستفيده وبعدين ممكن نجمع كل هالافكار هاي وانت تخرج في عمل جديد لا طيب طبعاً. بس هم الحين تقريبا خلصنا اللي هي مو بالقاعده اللي هو الشيء التوب هي الاعلى بصير عندنا مجموعه من الكرتون زي ما شفنا زي ما انتبهت هون انا مش متماسكه نوعا ما ومش كثير اهتميت بالاوتلاين تبعها انه يكونوا كلهم متراصين لانه احنا
بفترض انه عندنا قطع عشوائيه. نعم. طبعا هاي برسم شكل ممكن يكون دائري ممكن يكون مربع، مربع بس برضو مستطيل. بالبيت مثلا ما عندي مسطره كبيره او ما عندي شكل دائري كبير، هون اذا بتلاحظ الشكل هو عشوائي، عشوائي صح بالضبط. نعم. فشوية خطوط برضو هاي ممكن نحدد كيف بدنا الشكل النهائي. ايوه هذه يعني القاعده، مو بالقاعده الاعلى اللي او التوب انه هو الشكل النهائي بهذا الحجم؟ لا طبعا اكبر بيكون، بس هو اكبر يعني أكيد. كيف الحجم احجام الكرتون يعني نلزقهم مع بعض او كيف انه يكونوا عدال بعض؟ سؤال كثير مهم. هل يعني ممكن انا مثلا اجمع القطعتين كرتون او ثلاث قطع صغار نبدا فيهم على فرد بنحطهم بالطريقه هاي؟ لا دول مش مترابطين مع بعض، بعدين بحط واحدة بالعرض فوقيهم وهون تانية، حلو بيمسكوا بعض. نعم. الطبق اللي فوقيها بعكس. ايوه. فبضل اركب بهالطريقه هاي لحتى نعم. اعمل المساحه اللي بدي اياها والحجم اللي بدي اياه. حلو. الطاوله عاده في لها ستاندرد قياسات معروفه عالميا يعني، بس لا يمنع انه نعمل اكبر او اصغر حسب احتياجنا. جميل. وصلنا للخطوة الثالثة أعتقد، صحيح؟ بالضبط. هلا أهم شيء نعد الخطوات. أكيد طبعاً. تخصص عد. بعد ما عملنا الخطوط المستقيمة زي ما قلنا بالمشرط ممكن نقصها. أيوه. وتكون طريقة القص سهلة بسام يعني هاي. تحب تجربة؟ إيش رأيك؟ شوف. بسم الله. يلا. وبينا هذا اللي خاف منه شويه. خلاص عسى بتكون لك بصمه عشان انك اعيد التدوير. اهم شغله بالنسبه للمشرط دائما ايدك لازم تكون هون. ايوه عشان اذا لا سمح الله فلت المشرط لك كارد. اهم شيء يعقوب عشان بعدين ما اخليك مره ثانيه تقصلي. بنفس المكان بنضل نعيد مره ومره وما ما ببساطه ما بحتاج لجهد عالي. صح. خلاص انقصت هاي؟ اي خلاص. هي والله انقصت. شفت كيف؟ لا والثانيه والثالثه؟ كله 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 الحين بعد؟ ايوه بعد الحلقه تخلص ان شاء الله. هو ممكن حتى تعتمد على احجام ال صحيح وبنقدر كمان المشرط. بسام مد الشفره. ايوه تمام. بس اخاف اكسرها. لا لا ما شاء الله عليك، ما شاء الله مبدعه. صح؟ انت مبدعه عائشه. لا حلو خلاص بوصل للطاوله الحين. خلاص على الاقل عائشه شاركتي في هي خلصت. بس انت عند الاطراف هنا ما كملتي. اوكي يعني هو بالعكس احسها انه يعني حركه سهله بس ما يحتاج بالضبط يعني لا زي ما انت تتخيل عم بتقصي ورق يعني. صح. طبقات من الورق يعني ما تعتمد على المشرط او حجم المشرط طبقة. لا لا يعقوب ما جرب. تحتاج جهد نوعا ما. اكمل الباقي انا يعني. يلا كمل الباقي يعقوب. انزين الحين ما يخلص يعقوب تكمل في الباقي. لو في شغله ثانيه بسام. انت بتسوينا. نفترض انه يعقوب خلصها. خلص اوكي اكيد طبعا نفترض اني خلصتها فعلا يعني خلص الموضوع. اوكي بعد ما نقطعها على الشكل الدائري كامل الخطوط الخارجيه بدنا نثبت هاي الاسطوانه اللي هي حتكون الهيكل الرئيسي اللي راح يحمل القاعده. برضو هاي زي ما حكينا قبل هيك هي عباره عن ورق ومحطوط لايرز يعني اذا بنشوفه كيف بتصنع هو مجرد هو تبع الاقمشه. هذا يكون في الاغلب بيستخدموا الاقمشه حتى الكونتاكت بيبر او الورق اللاصق فيه بيكون دائما نعم. كرتونه جوا الفويل بيبر بالبيت برضو ورق القصدير او قصدير. الورق نعم. التغليف فيه موجود واللزقه بعد بالمسدس الشمعي بس يفضل الا اذا عندنا مثلا وقت زياده ممكن نحط الغراء الابيض ونتركها ساعه او ساعتين لتتماسك. بسام يعني المسدس الشمعي في سؤال يعني انا لما الزق بعض الشغلات بالمسدس الشمعي ما ادري ليش ما تثبت لكن ما شاء الله انت تسوي منها الطاوله وتسوي ما ادري على طول مثلا احيانا لما الزق في يوم كات مع بعض على حسب الماده ممكن لا لا هو مسدس شمعي واحد بس ما اعرف ما ادري ليش ما على طول في يوم كتطيح بيكون يمكن حطيته في المكان الغلط غلط او ما لازم يتلاصق او ممكن يكون نشف قبل ما تلزق يعني على طول احط طبعا طبعا هو بيدوب السيليكون الشمعي هذا بدوب بس بيضله يعني شوي
بيتماسك وخلاص، فبدك تلحقي مباشره تركب وتسمع القطع ما تحطين اللزق وباكر تركبين. ايوه بس وانت بعد جالس تكمل اونك يعني تدري نعم لا خلاص عرفت اخذت منه فكره عائشه. يلا زين ولا خلاص يعني قصيتي شيء انت استويت المبدع ولا كيف؟ انا على الاقل الزق في يوم كان لا صدق انت تلزق الصبح لكيو كان. نعم هلا الحلو في الموضوع انه كمان الشرحات اللي طلعوا معنا زياده لما قصينا هون بدنا نستخدمها بهالطريقه هاي. جميل ممكن نرتبهم بشكل عشوائي ونلزقهم هيك، وحتى لو في عندنا كرتون زياده من المشاريع القديمه اللي عملناها اي كرتون يعني نحط باي حاجه قطع كرتون عشوائي شكلها بهالطريقه هاي. والتغليف كيف يكون؟ ما يكون قبل التغليف ولا بعدين؟ كيف التغليف؟ هذا اخر مرحله. اخر مرحله نعم. يعقوب تحمل لانه وايد حار. ايوه صدق بس كافي. يلا لزق الحين ونحط طبقات فوق بعض حتى بسام. بالضبط لازم إذا يعني بطريقة عشوائية. بطريقة عشوائية أبدا يعني مثل ما نشوف الحين على الشاشة. هذه كلها قصاصات من الكرتون اللي إحنا عم نستخدمه ويعني عم بيزيد معنا. زي ما حكينا قبل ما بنكب أي شيء دائما نخليه ممكن إحنا نستخدمه في لحظة معينة. نعم. طبعا بنركب طبقات كاملة وبعدين كل ما نزلنا تحت ممكن نخليها أكثر. يعني ممكن يكون في أربع أو خمس طبقات. ممكن يكون في حتى جانب إبداع بسام في هذا المجال. طبعاً ممكن تصمم، ممكن تحطي ديزاين معين على حسب فكرتك أنت. حلو. يعني أنت لما شفت الطاولة شو يعني شو جتك الفكرة يا يعقوب؟ صراحة ما 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 جتني أي فكرة صراحة. كيف؟ شو قلت عشان؟ عصفور؟ ممكن نعم. انزين بسام ممكن احرف مثلا احرف عربيه ترسمها على الكرتون تقصها وتركبها تصير مجموعه من الاحرف تكون. نعم حلو. انزين المرحله اوكي هلا بعد ما عملنا الشكل هذا ركبنا الكميه اللي بدنا اياها بدنا نثبت القاعده. بنحط برضه كرتون بهالطريقه هاي بنلزقها للقاعده. اي قطعه كرتون عندنا زياده ممكن ان احنا نستخدمها. بالضبط. ليش القاعدة الموجودة عندك على بسام تكون عبارة عن نفس الكرتون لكن ما ادري حلقات او حلقة حلزونية تقريبا؟ والله اقول لك هاي يعني ايش زيادة ايش بيكون عندنا بنصير ايش بيكون يعني تكون هذه مختلفة. بالضبط. انزين تقريبا احنا كمان الفكرة بدنا نحاول نكبر القاعدة، كل ما كبرت القاعدة الشكل بيستقر اكثر. هلا لما تكون القاعدة صغيرة زي هيك ممكن يطيح يعني ما ممكن يصمد. ما ممكن تكون ثابته يعني. يعني لو كانت القاعده صغيره بالضبط ما بتكون ثابته كفايه. لما تكون اكبر فهاي يعني ممكن تخليها تستقر اكثر. حلو. كل ما كبرنا العرض من تحت. انزين. جميل. ومن بعدها هلا بدنا نتخيل انه هاي التوب جاهز، القاعده زي هيك وبتتكمل بنفس التكنيك الشرحات. تحت بدنا نخليها كبيره اكبر من فوق. انزين. تمام؟ والالوان؟ هلا هاي الالوان خلينا نجرب على الكرتون هون. اوكي طبعا هاي لانه استخداميه بدنا نحط في عين الاعتبار انه بدنا نتحمل اذا نكب عليها شاي او مي. كونه راح اختيار الوان مناسبه للشاي يعني. والمي والماتيريال كمان الكرتون زي ما بنعرف انه بتاثر من المي. المي صح. ممكن نستخدم ورق لاصق او الكونتاكت بيبر. غالبا هو هذا بلاستيكي معناته بيتحمل المي وبيمنعه الكرتون انه نوعيه معينه يعني اللي هو البلاستيك هو في منه شمعه وفي منه بيجي زي هيك بلاستيكي تقريبا. بالضبط. وطبعا بدنا نفترض انه انا ما عندي شيء رول كامل عندي بقايا بدنا نكون نستخدمها استخدمناه قبل هيك. اوكي وزاد عنا قطع يعني بالفعل قطع هو عشوائية إعادة تدوير. بالضبط. فهي خلنا نعتبرها قطع بشكل عشوائي. وهذا اللي رح نعمله هي بيعطيها جمالية يعني. وإذا ما كانت القطع عشوائية بإمكاننا أن نحن نرتبها بسام. أما إذا طريقة عشوائية ممكن تكون أجمل. أنا بحسها أجمل. وبعدين اذا بدي اركب هذا السطح كلياته بالكونتاكت بيبر سحبه واحده ما يعني ما بده شويه مهاره ومش سهل علينا يعني.
بالضبط. هلا بنقص او بن الاشكال هاي اللي عندنا، اذا كانت مقصوصه وعشوائيه كويس، اذا ما كانت ممكن احنا كمان نصغرها. الهدف انها تعطينا اذا واضح لمسه ابداعيه. بالضبط صح. الحركات النحاسيه لو تسوون زوم حمزه، شوف القصاصات اصلا مبينه على الشاشه او على الطاوله. صحيح. هذه هي اللي عطنها اشياء نقدر نقول نفس النحاس. بالضبط. نعم. نحسه زي كانه طبقات نحاس. انزين، واللون نظرا لضيق الوقت بسام. الحين نحن قطعنا الحركات العشوائيه وبعدين اللون سبق نفذناه هون. أيوة. انه هو باللون الذهبي وبالفرشه. اي لون ذهبي؟ الوان الاكريليك الذهبي يفضل الاكريليك، لانه في الالوان النفطيه بدها الاكريليك الاساس تبعه مي، يخفف بالمي، والفرشه بنغسلها بالمي. بس الالوان الدهان الثاني مثلا اساسه زيتي بده مواد نفطيه للتنظيف وللتخفيف. شويه صعب وريحته مزعجه. نعم. فخلينا بالوان الاكريليك. نعم. عبوه من الذهبي وبالفرشاي بنمسح بالوجه عليها اكثر من طبقه. بتطلع. احنا ان شاء الله رح نعمل مره ثانيه، رح نعمل بس مخصوص طريقه التلوين. نعم. في اكثر من طريقه سهله وحلوه. نعم. طبعا في الاخير فنان تشكيلي بسام غالب، شكرا على حضورك معنا، شكرا على الافكار الابداعيه اللي تقدمها لنا اليوم في صباح الشرقيه، وشكرا لانك تخلينا نشاركك ايضا في هذا العمل الابداعي. المره الجايه لازم تجهزوا حالكم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. اكثر من هيك. جهزي عمرك عايشة المره الجايه ان شاء الله. وانت بعد جهز عمرك كله. انا جاهز كل يوم. مشاهدينا واصل قصير ثم نعود بقوة معنا. عش حياتك كل يوم كما لو كنت تصعد جبلا، وأنت تصعد انظر إلى القمة حتى لا تنسى هدفك. هكذا هم شعب الإمارات، يطلعون دائما للقمة. في صباح الشرقية اليوم معانا شخصية عقدت العزم لتطوير العمل المؤسسي وحققت ما أرادت. بنتعرف على هذه الشخصية عن قرب من خلال حوارنا الصباحي معاها، ونصبح بالخير على الكاتب والباحث الإماراتي الدكتور محمد حمدان بن جرش. دكتور صبحك الله بالخير. صباح النور والسرور. دكتور صباح الخير. أول شيء مبارك لك على حصولك على الدكتوراه في التنمية الثقافية الإماراتية. الله مبروك. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. آمين. لو تكلمنا عن هالجانب في البداية، التنمية الثقافية الإماراتية دكتور. طبعا التنمية الثقافية هي كانت طبعا رسالتي الدكتوراه في العلوم الثقافية طبعا. وكأول مواطن يتحصل على الدكتوراه في العلوم الثقافية من تونس. يمكن اخذت مني وقت طويل، يعني يمكن 5 سنوات عملنا بهدوء على اعداد هذه الاطروحه، لان دوله الامارات خصوصا الامارات الشارقه اهتمت يعني بالجانب الثقافي، ودوله الامارات ايضا هي يعني دوله مؤسسات. نعم صحيح. فانتقلت عباره من الفرد الى المؤسسة إلى الدولة. فلم تكن مسيرة التنمية في الإمارات قائمة فقط على الجانب الاقتصادي، وإنما كل المجالات. نعم، لأن الإنسان بحد ذاته كائن ثقافي، فله احتياجات ليس فقط اقتصادية وإنما روحية ومعنوية يعني. فلم يكن نجاح هذا على التنمية فقط الاقتصادية، وإنما التنمية أيضا الثقافية اللي ركزت عليها دولة الإمارات المتحدة من خلال طبعا مؤسسة العمل حتى الثقافي الآن، من ضمن طبعا أيضا حتى الإعلام والتنمية أيضا. نعم صحيح. الإعلام كسلطة أيضا الآن أصبحت قوية، وخصوصا الإعلام الجديد أيضا. نعم يعني. فبناء الإنسان هو حجر الأساس في دولة الإمارات المتحدة، فهذه هي الجوانب أو نستطيع أن نقول القوة الثلاثية. يا سلام. العقل الروح والجسد يعني. نعم. أكيد طبعا. وأنت ذكرت في بداية كلامك يعني استفزيتي المدرب أيضا. نعم. الذي بداخلي. نعم. عندما تحدثت عن القمة هناك دورة تدريبية نقدمها بعنوان جاذبية القمة. نعم. فدائما نحن يعني نعتذر لنيوتن على قانون جاذبية الأرض. نعم. لأن الشخص المتميز طبعا يكون له طموح، طائر طموح. نعم. فيبدأ بتحرير هذا الطائر، طائر طموح، وينظر إلى القمة. ولكن أيضا هناك جاذبية الأرض، فيعيش بين صراعين، جاذبية القمة
التمييز يعني وجاذبية الأرض. فالشخص المتميز يبدأ بكسر هذا الروتين وبكسر طبعا قانون جاذبية نيوتن، نعم، ويتجه بطموحه وإرادته طبعا أكيد والتخطيط الاستراتيجي الصحيح إلى جاذبية القمة. نعم. وأكيد الواحد لما يصل إلى القمة أيضا نقدر نقول يخلق نوع من السعادة أو حتى تصير له نوع من السعادة. وأنت ما شاء الله أيضا مهتم في جانب السعادة دكتور، الرئيس التنفيذي أعتقد في مؤسسات التي تنعى بالسعادة. خلينا نتطرق لموضوع السعادة، لماذا التحقت بالسعادة؟ لماذا تحب حتى عند مثلا تصفحي عبر حسابك على الإنستغرام أشوفك دائما مهتم بالسعادة، نشر السعادة والثقافة أكيد، فلماذا اتجهت إلى هذا الجانب؟ طبعا انا اعتبر اول رئيس تنفيذي للسعاده في اتحاد كتاب وادباء الامارات. طبعا كل الشكر والتقدير لرئيس مجلس اداره اتحاد كتاب وادباء الامارات الاستاذ حبيب الصايغ، تواصلوا معنا لكي يعني اكون رئيس تنفيذي للسعاده في اتحاد كتاب وادباء الامارات، بحكم باني كاتب وباحث اماراتي ومهتم ايضا بالشان طبعا الثقافي اهتمام يعني كبير من خلال تناول القضايا الثقافية والتربوية. كما نلاحظ بأن الإمارات يعني خصصت وزارة للسعادة، وزيرة للسعادة، اهتمت أيضا بالشباب فأنشأت أيضا يعني وزارة أو وزيرة أيضا عينت وزيرة شابة للشباب. فبالتالي يجب أن تكون هناك خيوط مربوطة ببعض البعض بأننا نعيش الآن في وطن السعادة، وطن الكرامة، وطن الإنسانية. فلابد الآن احنا تخطينا جانب التأسيس والبنية التحتية. نعم. نحن نتحدث الآن عن نموذج الآن. نعم. الإمارات على سبيل المثال نموذج للخيال الواقعي. الخيال الواقعي. نعم. كانت خيال يوم من الأيام. صح. ولكن هذا واقع. واقع. نعم. هذا طبعا ما تعلمناه من مدرسة المغفور له الشيخ زايد رحمة الله. وأيضا في التخطيط ما معنى رؤية؟ هذه هي الرؤية. نعم. ما تراه أنت كقائد لا يراه الشخص التقليدي. نعم. الذي الشخص القائد دائما يرى القمة بمنظور آخر، والشخص التقليد ينظر على مستواه، على مستواه، نعم، على مد نظره. فبالتالي احنا نحتاجين دائما إلى جرعة سعادة وإيجابية حتى يعني مستوياتنا تختلف من شخص إلى آخر، ولكن السعادة تعطيك تفكير إيجابي. عبارة التفكير الإيجابي يؤدي إلى ماذا؟ إلى طاقة إيجابية، إلى مشاركة، إلى إدماج في المجتمع. يعني التفكير الإيجابي يباله دورات أحس دكتور، صح؟ أكيد، لأن هذا شوفي دائما نقول أي شخص أهم شيء يعني يقتنع، هل تريد أن تتغير؟ يولد الإنسان فيمنح شهادة ميلاد، نعم، ثم يدخل المدرسة والجامعة يحصل على ماذا؟ شهادة جامعية، جامعية علمية، نعم. ولكن شهادة التغيير تبدأ من اقتناعك بأنك تريد أن تكون الأفضل. فعليك أن تفعل التالي، أن تقف أمام المرآة، نعم، لا لكي طبعا تتزين تتجمل، لا، لكي تتحدث مع ذاتك ما هي نقاط القوة والجانب الآخر المهم، نقاط لا أقول الضعف، نقاط التحسين حتى شوي يعني زينا. نعم. البعض منا يرفض أن يواجه المرآة لأنه لا يريد بكل غرور أن يعترف بأن هناك نقاط ضعف، فيشيح بوجهه على المرآة، فبالتالي الصورة التي تريد أن تكون عليها في المستقبل أنت لغيتها من الآن من الحاضر، فاحتقرت نقاط التحسين. نعم. فإذا اعترفت أنت وقلت أنا لدي مثلا نقص في مهارة مثلا الإلقاء أو في مهارة كذا وكذا، فتبدأ بمواجهة المرآة ثم الورقة البيضاء تكتب هذه النقاط إذا وتعمل عليها. إذا كتبت هذه هي شهادة ميلادك، وعلى الغلاف من الخارج قصة نجاحك. يا سلام. جميل. طبعا مثل ما ذكرت دكتور محمد دائما الاستثمار البشري هو الاستثمار المهم، والحمد لله في دولة الإمارات العربية المتحدة نشاهد التقدم في كل المجالات. اليوم احنا نعيش الابتكارات والاختراعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدعم اللامحدود التي توليه دولة الإمارات وقادة دولة الإمارات للشباب. اليوم الشباب هم الأساس في دولة الإمارات العربية المتحدة، كيف احنا نبث فيهم دائما روح التفاؤل وروح السعادة دكتور، حتى روح الإبداع والاختراع في دولة الإمارات؟ دائما أهم شيء في أي مجال على مستوى أول مؤسسة الأسرة،
هي مؤسسة. أكيد طبعاً أساس المجتمع. نعم. أكيد مؤسسة، وننطلق بعد ذلك إلى المؤسسات الأخرى اللي هي مؤسسات المجتمع المدني سواء أو حتى التعليمية، المدارس وأيضاً الجامعات. عملية الحوار أهم شيء، الحوار. ولنا أيضاً هناك مقال في هذا الموضوع اللي هو التربية الابتكارية والتربية التقليدية. التربية الابتكارية قائمة على الحوار، على المشاركة، على الإدماج. فبالتالي أنت إذا لديك أي حوار ما بينك وبين الطرف الآخر سوف تعرف همومه، رغباته، آماله، أحلامه، فبالتالي سوف يشارك معك وتبني مشاريعك وبرامجك بناء على الاحتياجات. ولكن المؤسسة إذا تضع برامج وخطط وأنشطة دون تلمس حاجات المجتمع فهناك حاجز فاصل ما بين المؤسسة وما بين الشباب. لذلك نرى بأن لماذا حتى يعني مؤشر السعادة الإمارات متفوقة فيه ومكانة متقدمة في جميع المؤشرات الآن، لأن هناك حتى القيادة شيوخنا الله يحفظهم يعني يقومون بالتواصل مباشر مع الشباب. ماذا تريدون؟ بالعكس صح. ماذا تريدون؟ وصلنا الآن ماذا بعد رقم واحد؟ يعني صار الآن حتى المنافسة على أن الآن إشراك الشباب في جميع الأشياء. فما نجد الآن من ابتكارات، هذا لم يكن هكذا فقط من أجل الشعارات. نحن دولة تنفذ ثم تتكلم. نجد في بعض الدول بأن الشباب هم شريحة مهمشة. فبالتالي يقومون بعملية يعني التذمر والتعصب وأمور كثيرة تقوم يعني عبارة عملية هدم وليست بناء. في دولة الإمارات الشباب مشارك، لماذا؟ لأنه يرى بأن هناك أماكن متاحة له، هناك بنية تحتية، في فرص. نعم فرص. حتى يعني الآن الحياة مرفهة، حياة جميلة جدا. يعني بعكس لما أنت تسافر إلى بعض الدول وترى بأن فعلا يعني هناك فروقات كبيرة، في لم تكن فراغ. نعم معاناة. طيب هنا لا، إشراك وإدماج. طيب دكتور، على طاري الشباب، يعني الحين بعض الشباب عند تواجههم إذا واجهوا عقبة ممكن يتخوفون ويردون، أو تصير عندهم نوع من الأحباط، يصير عندهم نوع من الأحباط. بس أنت ما شاء الله عليك غيرت، نقدر نقول مناصب الوظيفية أو الإدارية، تغلبت على هذه التحديات أو الصعوبات، أكيد هذه من جرعة الإيجابية اللي موجودة عندك. فكيف ممكن، أو نصيحة للشباب أو جيل اليوم دكتور للتغلب على هذه التحديات اللي ممكن أنها تواجههم في حياتهم؟ في الحقيقة لكل إنسان لفلسفة الخاصة، طبعا حسب مثل ما قلت لك، أن الإنسان عبارة عن في هناك بناء وهدم. مثل ما هناك مبنى، كيف تم التخطيط له وبناءه، فالتركيز على هذه الأشياء، القوة الثلاثية، عقل روح جسد. إذا تمكنت من هذه الأشياء وبنيتها طبعا تستطيع أن أنت تتفوق على كل شيء، خصوصا في التفكير الإيجابي. التفكير الإيجابي معناته طبعا أنك أنت كيف تحول عقبة الفشل إلى قبعة نجاح. جميل. وكيف تحول التحديات إلى إنجازات. ونحن في دولة تبحث عن التحديات لا تنتظرها. الآن عندما تتحدث عن المستقبل أنت تجري إلى المستقبل، بين قوسين المسرعات. فعليك أن لا تعتمد على القاموس الورقي لمعاني الكلمات نجاح، تحدي، إنجاز. لا، قاموس الحياة هذا مهم جدا. ماذا تعني لك كلمة إنجاز؟ يا سلام. ماذا تعني كلمة تحديات؟ جميل. كيف تتلاعب بها وتجعلها بالعكس تقف معك، لا تكون ضدك يعني. نعم جميل. دكتور السؤال الأخير، ألفت كتب كثيرة منها آخر برميل للنفط ونوافذ، طبعا شو تحس أي كتاب أقرب لك؟ ودائما كل كتاب له رسالة، لو تكلمنا عن الرسائل التي تبى تقدمها للمجتمع من خلال هذه الكتب. طبعا أكيد كمهتم بالشأن الثقافي والتربوي والتعليمي تناولت أنا طبعا هذه الأشياء كلها في مجموعة من الإصدارات. طبعا تقريبا أنا وصلنا إلى خمسة، والسادس إن شاء الله في مهرجان طفل القرائي. لدي أيضا في معرض الكتاب الشارقة السابق قصة للطفل بعنوان محكمة الحيوان كانت يعني. وهي أيضا عن الابتكار طبعا، وعن النخلة الذكية وكيف تمكن منها سيف. آخر برميل النفط كانت طبعا دراسة هي عن التحول نحو مجتمع المعرفة، وتناولنا فيها طبعا ثلاثة محاور. المحور طبعا اللي هو كان يتحدث عن المجتمع المعرفة في الوطن العربي وفي دول الخليج ودولة الإمارات المتحدة، وتوجهها طبعا نحو مجتمع المعرفة بكل
طبعا ثقة وبكل طبعا عندك استثمار في رأس المال البشري وفي من خلال البنى التحتية وفي أيضا يعني أشياء كثيرة يعني حتى تغيرت الآن. صحيح. من استراتيجيات موجودة لأنه كل كتاب له طبعا أكيد قصة أكيد. لنفس أي كاتب، ولكن ما هو أقرب من الصعب صراحة بالنسبة لي أنا أن أحدد لك ما هو أقرب شيء، لكن لأن كل الكتب أنا تجد يعني رسالة فيها وأيضا بصمة؟ الإمارات موجودة. حتى الآن على سبيل المثال الكل يسأل ماذا بعد، دائما نحن نسأل نفسنا ماذا بعد. نعم. الآن انتهينا طبعا من مرحلة الدكتوراه ونفكر الآن أيضا في أن كيف سوف يتم إخراج هذا الكتاب. نعم. لأن عن دولة الإمارات، فلابد أن يكون بطريقة طبعا جميلة جدا لأنها ستكون أيضا مرجع لأي باحث من بعد. صحيح. أكيد. نعم. لأن الآن الإمارات الكل يبحث عن الإمارات، الكل الآن يدرس نموذج الإمارات، خصوصا من يريد أن يستشرف المستقبل لابد أن يبدأ من الحاضر. فدولة الإمارات الآن نجد بأن الكثير يعني الآن في الملتقيات والعالمية وكذا تجد الإمارات جزء من هذا يعني أي نوع من التنمية. نعم. أي نوع من طبعا إدماج الشباب عن السعادة عن معنى التنفيذ والشعارات معنى يعني الواقع. صحيح. أكيد طبعا تجد الإمارات يعني موجودة في أي ركن من الأركان. نعم. أكيد أتمنى لك كل التوفيق الدكتور والكاتب والباحث الإماراتي الدكتور محمد حمدان بن جرش، كل الشكر على تواجدك اليوم ويانا ببرنامج صباح الشرقية، ويعطيك العافية على هذه الجهود الجبارة في الحقيقة لزيادة السعادة والثقافة والوعي أكيد لدى أفراد المجتمع. شكرا لك. شكرا من دكتور. الله السعادة للجميع إن شاء الله والإيجابية وتحقيق الإنجازات إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا دكتور. مشاهدينا الطموح لا حدود له، ومن الرائع أن يكرم كل شخص طموح وحقق إنجازا مهما في حياته. في تقريرنا الحين بنسلط الضوء على شخصية متميزة من مدينة دبا الحصن، خلونا نتابع. النجاح هو الغاية الأسمى في حياة كل إنسان، وربما الدكتور سالم سعيد الظهوري هو أحد نماذج هذا النجاح، فقد حصل على وسام رئيس المجلس التنفيذي في جائزة أبو ظبي للأداء الحكومي المتميز، وقام بعمل احتفالية ليشارك أهالي دبا الحصن فرحته بالإنجاز، والتي حضرها الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلبا. ما في شك سعدنا اليوم بمشاركة الدكتور سالم ظهوري على في احتفاله هذا بمناسبة تكريم وحصوله على وسام رئيس المجلس التنفيذي في إمارة أبو ظبي. بالتأكيد هذا يعني يعتبر إنجاز كبير يعني لأهالي مدينة مدينة دبا الحصن ولإمارة الشارجة بشكل عام ولوزارة الداخلية يعني والمنتسبين فيها. الدكتور سالم يعتبر نموذج رائع من أبناء الوطن المخلصين، له إنجازات كثيرة يعني، وما حصل على هذا التكريم إلا نتائج يعني جهد يعني الواضح في وزارة الداخلية. نتمنى أن يكون هذا حافز لجميع شباب الوطن وجميع العاملين في وزارة الداخلية وحتى في كل وزارات أو دوائر الإمارات. ظهرت تعابير الفرح والسرور على وجوه أهالي وأبناء المنطقة لما حققه ابنهم من تميز على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. مشاركة الأهل والأحبة بهذا التكريم كون ما تكريم خاص بسالم، لا، إنما هذا التكريم مشترك بيني وبينهم، خاصة بعد التشرف بالسلام على سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لأنه يكونون له كل الحب والتقدير. اليوم تميزنا نحن بيكون قدوة وسبب للآخرين في التميز والإخلاص في عملهم، ممثلين داخليين في داخل الدولة أو أن خارج الدولة. ما زالت قصص النجاح لأبناء المنطقة الشرقية تبهر الجميع، فهم يسعون للتميز دائما لإعلاء مكانة الوطن في جميع الميادين المحلية والدولية.
شاهدنا هذا التقرير مشاهدينا الكرام عن الشخصية المتميزة في مدينة دبل حصن. دائما نشوف الألفة والمحبة عند نجاح شخص ما، تشوف كل الناس حوله يا عائشة. أكيد، وهذا اندل يدل على الترابط الاجتماعي بين أبناء مدينة دبل حصن، وأكيد أيضا دعم الحكومة والشيوخ، مثل ما نشوف تواجد الشيخ هيثم بالصقل القاسمي أيضا لدعم هذا الشخص الطموح. والحين مشاهدينا نتوجه لمدينة خرفكان وبنتابع معاكم افتتاح حديقة الأحياء في منطقة اللولية. خلونا نتابع هذا التقرير وبنرجع لكم. بالتزامن مع فعاليات أسبوع التشجير 38، افتتح المجلس البلدي وبلدية مدينة خرفكان حديقة الأحياء في منطقة اللؤلؤية تحت عنوان بيئة خضراء مستدامة، بمشاركة 20 شركة خاصة وعدد من الدوائر الحكومية، منها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ودائرة الخدمات الاجتماعية وروضة البدور وروضة البيادر. الحقيقة هذه الفعالية تعكس رؤية صاحب السمو المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في نشر الرقعة الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، أيضا تحدي لبيئة الإمارات. نحن كنا نعرف أن هذه بيئة صحراوية ويوجد بها تحدي، مثل هذه الفعاليات والتنظيمات تعكس التحدي الذي نواجهه نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك عرض جميع الابتكارات والأشياء الجديدة فيما يتعلق بالزراعة، كذلك تعليم الجيل الحالي والجديد في أهمية زرع الشجرة والتوسع في عملية أو نشر الرقعة الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة. حضر الافتتاح سعادة سالم بن محمد النقبي رئيس شؤون البلديات والزراعة في الشارقة، وسعادة راشد خميس عبيد النقبي رئيس المجلس البلدي، والمهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية خرفكان، وسعادة سلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري بخرفكان، وعدد من مديري ومسؤولي الدوائر الحكومية. تضمنت الحديقة أكثر من 30,000 زهرة وأماكن لعب مبتكرة وآمنة وملائمة للعائلات والأطفال ومناظر طبيعية مستدامة، كما تضمنت مجسم لعام زايد ومجسم لجسر واديشي، بالإضافة إلى معرض يبرز فعالية أسبوع التشجير ويحتوي على أحدث أساليب الري والزراعة وتجهيز الحدائق. هدف الفعالية هو إظهار الحقيقة يعني رؤية الدولة أو حرص الدولة على التشجير وعلى الزراعة، لأنه طبعا مثل ما احنا نعرف أنه دولة الإمارات حقيقة كانت صحراء في البداية، فمع قيام الاتحاد بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل المرحوم بإذن الله سبحانه وتعالى زايد بن سلطان حول هذه الصحراء إلى زراعة، وإحنا من باب أولى أن نحافظ على هذا الأرض الكبير، ونحن إن شاء الله يعني نحتفل فيه كل سنة، وأيضا نوصل هذا الأمر إلى الأجيال الموجودة ونحسسهم ونفهم يعني المواطنين والمقيمين أن الزراعة لها أهمية كبرى في حياة الإنسان. تهدف الفعالية إلى الاهتمام بنباتات البيئة المحلية والتوعية بأهمية التشجير بما يحافظ على زيادة المسطحات الخضراء وإشراك فئات المجتمع في فعالية أسبوع التشجير وتعزيز دورهم في نشر الرقعة الخضراء والمحافظة عليها وتطبيق التقنيات الذكية والابتكارات المتميزة وأفضل الممارسات فيها. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا أكيد هذا التقرير اللي يتكلم عن افتتاح منطقة أو حديقة الأحياء في منطقة لولية. مثل ما شاهدنا هذه المنطقة، أو مثل ما ذكرنا يعقوب في الحلقة السابقة، أن اهتمام إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام من ناحية أو بيوم التجير، ففي مثل هذه الحدائق ممكن أنها تزيد الرقعة الخضراء، ممكن أنها أيضا تزيد من التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع، بحيث أنهم يتجمعون أكيد في هذه الحديقة للاستمتاع بأجمل الأوقات، إلى أكيد جانب وجود بعض الألعاب الموجودة في هذه الحديقة. أكيد طبعا. والحين شاهدنا يا عائشة فاصل مشاهدينا، راجع لكم، قوموا معنا.
رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، وصلنا لآخر فقرة من حلقة اليوم اللي هي فقرة الإتيكيت مع طارق الشميري، وحديثه بيكون اليوم عن احترام الجار، خلونا نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. عندنا مقولة تقول الجار قبل الدار. دائما الواحد قبل ما يبحث عن دار أو مسكن يبحث عن الجار، من الناس اللي ساكنين في المنطقة هذه، يتخبر ويروح ويسأل ويستفسر ويحاول يتعرف على الموجودين قبل أنه يأخذ مكان أو سكن في هذا المكان. حتى تشوف في حياتنا أيام المدرسة، يوم تجلس في مكان أول شيء تسأل منه جالس عدالك، منه جنبك جالس من الطلاب، وقتها ترتاح نفسيا في جلوسك إذا كان جنبك ناس ذو ذوق رفيع وتعرفهم أنت يعني. فاختيارك للجار مهم جدا. طيب لما تختار لجارك يجب أنك تعرف أيضا شيء معين، أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت شغلات تحبها لنفسك يجب أنك تراعيها مع جارك اللي أنت اخترته جار لك. يعني كثير من الناس دائما يتعامل مع الجار كأنه جزء من العائلة من الأسرة، وهذا شيء جميل وإيجابي ويبشر بخير. لكن نكمل هذا التعامل وهذا الأسلوب بطريقة أكثر إيجابية. لما يجون الضيوف عادة يجي الضيف يوقف سيارته قدام باب جارنا، نقول للضيوف لا، راعوا أن الجيران لهم حقوق المجاورة أيضا، وأيضا صاحب البيت أنه يوجه زواره أنهم يوقفون في أماكن معينة بحيث يعرفون وين يوقفون سياراتهم. الشغلة الثانية، إذا حد دخل من الزوار علينا ورفع صوته في درج البناية مثلا، ولا في الممرات بين الشقق اللي موجودة، ولا أمام الباب إذا كان في الشارع، يجب على الضيوف أيضا أنهم يراعوا أن في جيران ينزعجون من هذه الأصوات. أطفالي في المنزل ينزعجون من جيراني، ينزعجون من أصواتهم إذا أحدثوا أي أصوات، أصوات التلفزيون، قد يكون عندهم حد مريض في المنزل وأنا كجار ما أراعي حقوق جاري. أيضا أسأل عن جاري، أشوف ظروف جاري، احتياجاته، همومه، مشاكله، اهتماماته، هل بالإمكان أني أقف بجانب بعض الأمور، أحاول أن يكون في تبادل بيني وبينهم ببعض الأشياء اللطيفة اللي توطد العلاقات. والله يوم سوينا حلويات نودي لهم، يوم سووا مثلا هريس يودونا، بالطريقة هذه أنه يكون في شيء من المودة بين الجيران، أن يشعرون أنهم في ترابط وكأسرة واحدة. البعض يحب يربي حيوانات أليفة في المنزل، الحيوانات الأليفة هذه قد تخيف وترعب أطفال الجيران. لا، إذا كانت تخيف وترعب أطفال الجيران أسوي لهم بيوت خاصة فيهم في الحوش أو في مكان معين وأخليها هناك جالسة، بحيث أنه ما تشكل خطر عليهم إذا شافوها وهم طالعين أمام المنزل مثلا. أراعي كثير من النقاط المهمة، أيضا المخلفات، أحيانا بعض المخلفات أراكمها خارج المنزل بالقرب من بيت جاري فتسبب له بعض الإزعاج والاستياء من هذه المواقف. أراعي أن الجار الرسول صلى الله عليه وسلم وصى عليه حتى الجار السابع، والله يجعلنا دائما مع جيراننا في حياة كلها مودة وتآلف ومحبة. إلى اللقاء. وبالفعل مشاهدينا الجار قبل الدار، فأكيد هنالك في بعض الأمور اللي يجب على كل شخص اتباعها لحماية أكيد الاحترام أو لزيادة الاحترام بين الجار وجاره. أكيد طبعا لابد يكون التعامل مع الجار بكل لباقة واحترام. صحيح. ومحبة. مشاهدينا في عطلة نهاية الأسبوع كنا نبحث عن مكان عائلي نستمتع فيه، واليوم بناخذكم في جولة لمكان ترفيهي واجتماعي، خلونا نشوف. هنا في قلب منتزه الصحراء تقع مزرعة الأطفال. نعم، للأطفال مزرعة. تحتضن المزرعة زائريها من جموع الأسر وأطفالهم ليختبروا تجربة مدهشة تمزج بين المتعة ما إن تدخل أنت وعائلتك إلى المزرعة حتى تجتذبك حظيرة من أقسام ومرافق متنوعة. يجد الأطفال متعة كبيرة وهم يقتربون من هذه الدواجن المحمية بسياج حديدي، مقتربين إلى هذا العالم الحامل في جعبته الكثير من الأسرار، ليختبروا كيفية التعامل معها وطريقة إطعامها بإشراف مباشر وشرح مفصل من قبل المشرفين التابعين للمزرعة.
رحلتنا في أروقة مزرعة الأطفال الغنية بالمعرفة والاستكشاف لم تنتهي بعد، إذ نحط الآن رحالنا لإتاحة الفرصة أمام الأطفال للتعرف على الخراف والعصافير. تعكس المناظر الطبيعية ومساحاتها الخضراء في المزرعة ومحمياتها الصغيرة للحيوانات الأليفة والطيور الداجنة أوجهاً متعددة لحياة المزارع في بيئتنا المحلية، مما يعد دافعاً إيجابياً يؤثر في شخصيته ونمط تفكيره، بحيث يجعله يتحمس للتعامل مع الحيوانات والطيور الأليفة ويشارك في طعامها ويحافظ عليها، مما يساعد في تثقيف النشء وتربيته على قيم الاستدامة البيئية. شاهدنا هذا التقرير المشاهدين الكرام عن مزرعة الأطفال، ودائما نصطحب أطفالنا إلى أماكن ترفيهية جميلة لقضاء وقت سعيد مع الأطفال. أكيد، مثل هذه الأماكن السياحية دائما في برنامج صباح الشرقية نسلط الضوء عليها لقضاء مثل ما ذكرت يعقوب جو عائلي. أكيد في هذه الأماكن منها مزرعة الأطفال اللي ممكن بعض الناس يكونون غافلين عن هذه المعرضة، المزرعة اللي فيها أكيد تضم الكثير من الحيوانات. ومثل ما عودناكم مشاهدينا في حلقة نهاية الأسبوع نعرض لكم آخر الأفلام في صالات السينما، خلونا نتابع الجديد في فقرة السينما. I've always enjoyed the camaraderie of good friends competing in games of chance and skill. Do we follow him? It seems like him. Ryan, you go first. I'm scared. Lou. Bloody hell! It's not a joke. You people are in real danger. Is this gun real? Oh, no, Annie. Oh, no, no, no. Blood! तुझे पता है इस दुनिया के हर चूतिये को लगता है कि उसकी वाली अलग है, और तेरे मुंह से ये अलग है सुनके मुझे यकीन हो गया कि एल लगने वाली। दो साल में 24 महीनों में 104 हफ्तों में 102 हफ्ते रिलायंस ने, एक हफ्ता पर साल की खुशी का एवरेज कौन सी रिलेशनशिप में होता है? फिर क्या करूं? खत्म कर, वरना मैं फिर फंस जाऊंगा लड़कियों के चक्कर में, फिर तू भी रिटेड होता है। रिबाउंड एक हफ्ते बाद गुस्से में सेक्स करके होता चूतिये, छह महीने बाद दुख में शादी करके नहीं। भाई मैं सेक्स के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ। तो करी क्यों रहा है? ये टिफिन भेजती है, हर करेक्ट चीज करती है, इतना परफेक्ट कोई नहीं हो सकता यार, कुछ तो गड़बड़ है। मैं क्या शक्ल से झूठी लगती हूँ? हाँ मैंने बताया इसको, तुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि एक्चुअली में इतनी अच्छी है। मेरे लिए प्रोटेक्टिव हो रहा है। ठीक है, बाजरे की रोटी दीदी ने बोला, तेरे खाने से लेके कपड़ों से लेके टूथपेस्ट तक साला वो चुनती है हमारा। अच्छा खासा कोलगेट चल रहा था बचपन से, हर्बल के चक्कर में दिन भर मिट्टी की फीलिंग आती है मुंह में। Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime. The hell is this? Dixon, I'm in the middle of my goddamn Easter dinner. Sorry, kids. I know, Chief, but I think we got kind of a problem. Sunshine beating on a good time. I'd do anything to catch your daughter's killer. I don't think those billboards is very fair. We've had two official complaints about those billboards. From who? The more you keep a case in the public eye, the better your chances are getting it solved. And when I see, you know, if you hadn't stopped coming to church, you'd have a little bit more understanding of people's feelings. All this anger, man. Thank you, Bob. However, only two companies have been selected. Once a negation collapses, the door of our success will be wide open. The capital is in chaos. The civil war is unavoidable. Thank you.
people are not extinct. कितने आदमी थे? मेरे आदमी नहीं, अकेली औरत रहती है यहाँ। सुअर के बच्चों, एक औरत और हम चार आदमी, बहुत नाइंसाफी है। तो क्या हम भी घाघरा चोली डाल लें? निकालू गन। नमस्ते, I'm जीनल पटेल। Nice meeting. I'm Hero by the way. मैं fashion designer हूँ। अच्छा दर्जी मैडम। दर्जी? शाहरुख खान के साथ तो कोई भी हिट फिल्म बना लेगा, मेरे साथ सोलो हिट फिल्म बनाकर दिखा तो तुम्हारे डायरेक्शन को मानो। चैलेंज दे रहे हो या काम मांग रहे हो? मांगने से तो काम मिल ही नहीं रहा है, चैलेंज ही समझ लो। ومن أفلام السينما والجديد في دور العرض مشاهدين وصلنا لختام حلقتنا اليوم، لقانا إن شاء الله يتجدد بكم يوم الأحد في حلقة جديدة بمواضيع أكيد جديدة ومميزة. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة تقضونها مع أهلكم وأحبابكم، ومع السلامة. تقبلوا تحياتي أنا يعقوب يوسف، إلى اللقاء.